الشارع السوداني يتنفس الصعداء بعد توافق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. الصادق المهدي يحذر من انقلاب مضاد إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن السلطة. مفصول سودانير يطالبون المجلس العسكري بإعادتهم إلى الخدمة ومحاسبة وزير النقل السابق مكاوي. المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من السودان اليوم من قناة طيبة الفضائية، والتي تتضمن أيضا في ملف دارفور تظاهرات حاشدة بالفاشر تطالب بمحاسبة المفسدين. وضمن السودان اليوم الزميل مصطفى بكري يقدم أخبار الرياضة. مرحبا بكم. وفي الأخبار الرياضية، تقارير صحفية تكشف عن معلومات جديدة حول استقالة رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال. في فقرة أفكار وخبرات، نتناول جهود البنك الزراعي لشراء القمح بدفع مبلغ 1,300,000,000 جنيه. أهلا بكم وإلى تفصيلات السودان اليوم. استقبل الثوار السودانيون عدة مواكب قادمة من الولايات، وذلك بعد وصول قطار يقل آلاف المحتجين الواصلين من مهد الثورة مدينة عطبرة، حيث دخل اعتصام القيادة العامة أسبوعه الثالث، فيما لا يزال أصحابه مصرين على انعقاده لحين تحقق مطلوبات الثورة. وينتظر المعتصمون في محيط القيادة العامة وصول باصات وحافلات نقل من عدة ولايات سودانية للمشاركة في مليونية جديدة دعا إليها تجمع المهنيين اليوم. ولعبت الولايات دورا فاعلا في تصعيد الحراك الجماهيري الذي قاد إلى الإطاحة بالبشير بعد 30 عاما قضاها في الحكم، كما انضمت مواكب شندي وكوستي والمناقل ونوري إلى المعتصمين بمقر القيادة. أعلنت أحزاب قوى الحرية والتغيير تأجيل إعلان أسماء مرشحيها لإدارة الحكومة الانتقالية، والتي كان مقررا إعلانها مساء اليوم الخميس من منصة ساحة اعتصام القيادة. وقال تجمع المهنيين في بيان صحفي أنه قد تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، باعتبار أن المسؤولية مشتركة تجاه القضايا الوطنية. تقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة طيب بابكر علي باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي. هذا واتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي على تشكيل لجنة لحل الخلافات في الوقت الذي زادت فيه التوترات بشأن طول المدة التي سيستغرقها تسليم السلطة إلى المدنيين بعد الإطاحة بالرئيس المعزول البشير. وقال شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري: إننا شركاء ونعمل سويا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وأضاف بأنهم اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة بينهم وبين القوى للنقاش حول هذه النقاط الخلافية وتقديم مقترح مشترك للمجلس العسكري ولقوى إعلان الحرية والتغيير. هذا قد استطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من الصحفيين حول انعكاسات التقارب بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على استقرار المشهد السياسي في البلاد. أنا بعتقد أن الشعب السوداني ما عاد بيستحمل لغة من مثل التقارب والكلام اللي ما بيتم تطبيقه. الشعب السوداني والسوار خاصة محتاجين لبيان بالعمل بطريقة العساكر. أما حكاية التقارب أو ما تقارب وتشكيل لجنة وعدم تشكيل لجنة، قد يكون ما مناسب في الوقت الحالي. وربما إذا تابعت الإسقاطات بتاعت الاجتماع أو المؤتمر الصحفي تم أمس في السوشيال ميديا، حتجد أنه الناس يعني ما متفاعلة مع القضية كثير، وبتعتقد أنه لسه التغيير ما حصل. الناس دايرة تشوف حاجة بيان بالعمل. ابتداء دعوة المجلس العسكري لقوى الحرية والتغيير للاجتماع كانت خطوة مهمة وتشير إلى شعور المجلس بضرورة الوصول إلى توافق مع قوى الحرية والتغيير وكل المكونات في الساحة السياسية السودانية. قبول قوى الحرية والتغيير للدعوة والاجتماع والتشاور أيضا مؤشر إلى بداية بناء ثقة بين الطرفين المؤثرين في المشهد السياسي السوداني في المرحلة الحالية.
حالة الفراغ الدستوري أو حالة الفراغ التي يعيشها السودان في الفترة الأخيرة تضع الجميع تحت الضغط. المجلس العسكري يعمل تحت الضغط، قوى الحرية والتغيير تعمل تحت الضغط الجماهيري والضغط الدولي والإقليمي، على أساس أنه كلما طالت الفترة التي يعمل فيها المجلس العسكري منفردا كلما بعد الجماهير عن تحقيق أهدافهم التي خرجوا من أجلها، وهي التحول إلى حكومة مدنية ديمقراطية تقود الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات حرة نزيهة تغير شكل الحياة السياسية في السودان. التقارب الأخير بين المجلس العسكري وقوى التغيير أثبت إنه الشارع هو الحكم، هو الفيصل، وهو الكرت الرابح في تشكيل الحاضر والمستقبل. وذلك لأن المجلس العسكري يعني فطن، لأنه قوة التغيير مسيطرة على الشارع تماما من خلال الاعتصام الذي لم يتراجع، وأصبحت أعداد المشاركين فيه في تزايد مستمر، وأصبح برنامج واضح في تنفيذ كل المطلوبات التي ينادي بها هو التغيير. هذا التقارب الأخير إن شاء الله سوف يعبر بالبلاد إلى تشكيل الحكومة المدنية، وإلى يعني العبور بالبلد من حالة الفراغ الدستوري الذي تعيشه الآن إلى تشكيل حكومة، وإلى البداية الحقيقية لحصد ثمار الثورة التي يعني دفعت فيها دماء واعتصر فيها الشباب، وما تبقى فقط هو الاتفاق والائتلاف من أجل المستقبل. في ذات السياق، حول انعكاسات التقارب بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، فقد جرى اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، فهل سيكون له الأثر الإيجابي في تجاوز المرحلة الحالية وصولا إلى حكومة انتقالية متفق عليها؟ المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. التقارب الأخير بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يراه مراقبون إقرارا من قبل المجلس العسكري بأن قوى إعلان الحرية هي المحرك الأول للشرع السوداني، وأن هذا التقارب سيؤدي إلى تقليل حالة الاحتقان التي شهدها الشارع السياسي. ما تم أمس لا يعد تقاربا أو تفاهم بين المجلس العسكري وقوى الثورة السودانية أو قوى إعلان الحرية والتغيير، بقدر ما هو إقرار وإعادة الإنتاج الصحيح الذي كان يمكن أن يكون من أول يوم، وهو الإقرار والاعتراف بأن قوى الثورة هي قوى إعلان الحرية والتغيير بكتلها المعروفة، قوى الإجماع الوطني وقوى نداء السودان وتجمع الوطني المعارض وتجمع المهنيين، بالإضافة للتجمع المنظمات المجتمع المدني. ما يهم في هذا الأمر أن الموقف أو التفاهم أو المشروع التكوين اللجان المشتركة لتذليل نقاط الاختلاف سيقود لتقليل حدة الاحتقان الموجودة في الشارع، الإشارة نوعا ما لمحاولة ردم جسور أو ردم الهوة في الثقة بين المجلس العسكري وقوى الثورة، لكن عمليا تحتاج الأمور لأكثر من ذلك، تحتاج لإجراءات عملية كقبول استقالة اللجنة السياسية بقيادة عمر زين العابدين وجلال الشيخ بالإضافة للطيب بابكر، التأكيد على وجود فعلا معتقلين من قيادة الصف الأول للمطور الوطني، تأكيد مباشر وصريح ومعلن. ومع احتقان المشهد السياسي في السودان، يشير متابعون إلى أن أي خلاف بين الطرفين سيعيق عملية تطور وانتقال السلطة إلى حكومة مدنية، مما يحتم ضرورة الإسراع بتشكيل هياكل الفترة الانتقالية. والقوتين الأساسيتين في الساحة الآن هما قوى إعلان الحرية والتغيير كممثل للحراك الجماهيري ولقوى الثورة، والمجلس العسكري كسلطة فرضت نفسها ووجدت في الساحة، ولذلك أي خلاف بينهم يعيق عملية التطور والانتقال السلمي إلى السلطة وتشكيل هياكل الفترة الانتقالية. وبالمقابل كل ما كان هناك قنوات حوار مفتوحة وفي تفاهم، معناه الآمال كبيرة في أنه يتم التوصل بسرعة شديدة لتشكيل هياكل الفترة الانتقالية، لأنه دي خطوة ذاتها هي بسيطة وابتدائية بتاع تشكيل هياكل الفترة الانتقالية والاتفاق عليها. التحديات التي تواجه السودان في الفترة الانتقالية تحديات كبيرة جدا، نحن حتى الآن لم نبدأ في مواجهتها، أو حتى يمكن لم نبدأ في التعرف عليها حقيقة. لذلك أنا أفتكر هذه خطوة جيدة، إنه
انفتح حوار بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، لكن حتى التطويل فيه أيضا غير مطلوب. يعني في تصورات نظرية قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير للمجلس العسكري، أنا أعتقد أنه يجب أن تحسم في خلال يوم أو يومين ويتم مباشرة الإعلان، على الأقل في تكوينين مفترض يعلنوا بسرعة، اللي هم المجلس الرئاسي اللي فيه تمثيل مدني عسكري مشترك إذا تم الاتفاق عليه، ثم مجلس الوزراء. ربما المجلس التشريعي يتأخر قليلا لأنه داير مشاورات واسعة، أنا من أنصاري أنه تكون مشاركة القوى السياسية فيه أوسع من مجرد قوى إعلان الحرية والتغيير، عشان تضمن على الأقل بأنه أنت عندك جهاز تشريعي ممثل لكل السودان وقادر على أن يشكل رغبة عن الحكم. هذا وللتعليق حول الموضوع معنا على الهاتف دكتور تماضر الطيب، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم. مرحبا بك دكتور. وبداية، يعني المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات، ما مدى انعكاس هذه الخطوة على الواقع الراهن؟ مرحبا بكم، السلام عليكم، وشكرا لتحكم لي الفرصة دي. أنا بفتكر إنه اللجنة اللي تشكلت امبارح بالتأكيد عندها تأثير إيجابي فعال، وبعثت التفاؤل في روح المحتجين والمراقبين لأوضاع إنه يكون في استقرار في السودان. أنا شخصيا تفاءلت بها خيرا، لأنه هم كمان ذكروا إنه الخلافات ما كبيرة وهم إن شاء الله حيتجاوزوها بهذه اللجنة، لأن هي تعمل على حل الخلافات القائمة ما بين إعلان قوى التغيير وما بين المجلس العسكري. نعم، المجلس العسكري الانتقالي الآن ينظر في استقالة كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق شرطة الطيب بابكر، الذين هم من عضوية المجلس العسكري، كيف نقرأ هذه الخطوة؟ أنا بفتكر هي استجابة من المجلس العسكري لمطالب المحتجين، لأنه هم رفضوا الحوار مع الفريق من العابدين باعتباره إنه هو جزء أو يمثل النظام السابق. طيب، يعني بعض القيادات السياسية في الأحزاب تسعى لتسليط الضوء على نفسها بدلا عن شبابهم الذين كانوا لهم القدح المعلى في التظاهرات والاعتصام، هل يمكن أن نصف هذا بالالتفاف على الثورة أو ربما سرقة الثورة؟ هل يمكن القول بذلك؟ أيوة، أنا بفكر هو في الانتهازية اللي هم ظلوا يمارسوها أيام مشاركتهم لنظام الإنقاذ السايد، فهم افتكروا إنه الثورة هو ممكن يكون جزء منها، فأنا بفتكر ده كان خطأ فادح منهم، وسيأتي إحساس للمحتجين إنه هم عاوزين يسرقوا الثورة زي ما المحتجين كانوا مقوتين، فأنا بفتكرها هي دي حركة انتهازية من شخصيات هي لا تمثل أحزاب، تمثل نفسها. يعني ما أعرف أنا أقدر أوصفهم بشنو، لكن حتى هم ما عندهم قواعد كانت جزء من الشغل دي. هم بعد المظاهرات ما بدت جو قالوا إحنا عاوزين نخش ننضوي تحت المظلة دي علشان يحصل تغيير، وما عاوزين نظام البشير وما عاوزين النظام المؤتمر الوطني، لأن هم عندهم خلافات كانت مع المؤتمر الوطني حول مناطق. أنا بفتكر هو فعلا ده كان شكل من الالتفاف على الثورة، وهو اللي خلى المحتجين يطالبوا بضرورة إبعاد الفريق من العابدين. طيب، يعني برأيك ما هي ملامح المرحلة المقبلة؟ كيف ترين الواقع المقبل و كيف سيسير الأمر في ظل هذه التقاطعات المختلفة وربما بعض الاتفاقات هنا وبعض الخلافات هناك؟ أنا بفتكر الخلافات ما كثيرة وأتمنى إنها تكون كذلك.
عموما احنا متفائلين خيرا ان السودان حتتشكل فيه حكومه مدنيه انتقاليه، حكومه تقنقراط من قاده مدنيين مثقفين ذوي كفاءات عاليه، هم اللي حيقدروا يقودوا البلد لبر الامان. وانا بفتكر ان هم عندهم خطط في جميع المجالات لاخراج السودان من المحنه اللي وقع فيها طيله ال 30 سنه الماضيه. واتمنى انه يعني رؤيتنا دي يعني تنجح، تنبؤاتنا تنجح. انا بفتكر ان المجلس العسكري له دور كبير جدا في دعم الثوره، ولا زال يدعم في الثوره، من لانه هم كمان صرحوا انه هم عاوزين يعملوا من اجل السودان فك الحصار، اقامه علاقات دوليه واقليميه تراعي مصالح البلاد بدايه، ويدعو لحل المشاكل. وده ما بيتاتى الا بايجاد حكومه مدنيه تتكون من تقنقراط وشخصيات غير حزبيه، لانه الاحزاب مع اعتذاري للاحزاب يعني دخلت البلد في المصيبه اللي عملت فيها نظام البايد. دكتور تماضر الطيب، استاذ العلاقات الدوليه بمركز الدراسات الدبلوماسيه بجامعه الخرطوم، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. استمع المجلس العسكري الانتقالي ممثلا في اللجنة الفئوية والاجتماعية برئاسة الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد، استمع إلى مشكلات وقضايا ومطالبات الكوادر الطبية والصحية على مختلف محاور المنظومة الصحية بالبلاد. وثمن المجلس الانتقالي دورهم الإنساني في خدمة المجتمع السوداني على الرغم من صعوبة وضعهم وضعف رواتبهم وتدني بيئة العمل، إلى جانب قلة وانعدام التدريب المستمر للكوادر الفاعلة والمستحقة منهم. كما تعهدت اللجنة الفئوية بالمجلس بتغيير بيئة عمل الكادر الصحي نحو الأفضل، والالتفات لكافة التخصصات الطبية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وإعطاء كل ذي حق حقه بما كفله له قانون العمل وقانون الخدمة المدنية. يأتي لقاء المجلس العسكري الانتقالي مع الكوادر الطبية في إطار جهود المجلس إلى حل مشكلات وقضايا ومطالبات العمل الصحي والطبي في البلاد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. لقاء المجلس العسكري الانتقالي بالكوادر الطبية والصحية شخص بوضوح كافة المشكلات التي تواجه العاملين بهذا القطاع. حقيقة كان لقاء طيب جدا، استمعنا لهم بكل أريحية، وأيضا كان تمرين ديمقراطي، استمعنا فيه للرأي والرأي الآخر كما شاهدتم، وإن شاء الله هذه السفينة ستمشي إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. كما استمع لمختلف آراء ومقترحات الكوادر الطبية والصحية. عدم الرضا الوظيفي بالنسبة للعامل بيقابل المواطن، عشان كده بتظهر الرشوة، تظهر الرشوة وتظهر مد اليد. لو كان الزول في القطاع الصحي مدينه قروشه بصورة كويسة، ما في حاجة بتخليه يقوم يرتشي أو يمد يده. محور التدريب نوقش بشفافية ومهنية عالية. أنا بعتقد نحن مفروض تكون مسار الطبيب مهم، ما تخرج من كلية الطب، نحن زمان تخرج من كلية الطب ووظيفتنا الجناية جاهزة. أسعد الطبيب يتخرج من كلية الطب يقعد سنة وسنتين عاطل، بيمشي الخدمة الوطنية وبيفصل، بيمشي يتخصص على حسابه ويكون مفصول. الخدمة الوطنية المفروض يكون مسارة واضح. حذر زعيم حزب الأمة القومية صادق المهدي من انقلاب مضاد إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة. وعبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حال الخروج من المأزق الحالي، وقال إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية. وكان رئيس حزب الأمة القومية الصادق المهدي قد نفى علاقته ببيان يزعم مطالبته بتولي رئاسة الفترة الانتقالية، والذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.
طلب مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الوطنية للتغيير عمر عثمان عبد العزيز طلب بفتح تحقيق حول تورط الأحزاب التي شاركت نظام الإنقاذ في جرائمه وتنفيذ سياسته، خاصة فيما يتعلق بقتل الأبرياء والثوار وفض المظاهرات بالقوة. ودعا عبد العزيز لمساءلة الأحزاب حول صمتها إزاء تصفية المشاريع الوطنية والشركات القومية، مؤكدا على ضرورة تحديد الموقف من مشاركة تلك الأحزاب في الفترة الانتقالية وفي المرحلة المقبلة وفقا لنتائج تلك التحقيقات والتقصي. واقترح عبد العزيز تقسيم المرحلة الانتقالية إلى فترتين، حاثا في الوقت ذاته كافة القوى السياسية بعدم المشاركة فيها واقتصارها على حكومة التكنوقراط. طلب مفصلو سودانير المجلس العسكري الانتقالي بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر في 23 من يناير لعام 18 و2000 للميلاد والقاضي بفصلهم، والذي تم بموجبه إلغاء جميع الوظائف بالخطوط الجوية السودانية والبالغة 1471 وظيفة. ووصف ممثل المفصولين المهندس عادل أحمد المصطفى القرار بالمعيب لجهة أنه لم يتم فيه منحهم استحقاقاتهم المعاشية أو جبر الضرر أو المعاشات بجانب التأمينات، مطالبا بمحاسبة وزير النقل السابق مكاوي محمد عوض، داعيا المجلس العسكري لإعادة المفصولين للخدمة. دشن السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر مشروع سلة الصائم المقدمة من مركز الملك سلمان الدولي الإنساني عبر طريق منظمة الاغتنام الخيرية، وتستهدف السلة أكثر من 68,000 شخصا، وتستهدف ولاية غرب كردفان وشرق دارفور والنيل الأزرق والبحر الأحمر وأطراف ولاية الخرطوم بتكلفة تقدر بأكثر من 549,000 دولار، حيث يهدف المشروع إلى توزيع 13,725 سلة غذائية. مشاهدي الكرام، السودان اليوم متواصل معكم، الآن إلى ملف دارفور. تظاهر اليوم بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور الآلاف من المواطنين استجابة لدعوات تجمع المهنيين السودانيين، وطلب المتظاهرون بضرورة محاربة الفساد وتنفيذ مطالب الثورة السودانية، وعلى رأسها محاكمة قتلة المتظاهرين وإغلاق دار المؤتمر الوطني، فيما شدد الإعلاميون على أهمية بسط الحريات وتنظيم الأجهزة الإعلامية بالولاية وإعادة ترتيب أوضاعها. هذا واستطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من قوى إعلان الحرية والتغيير بمدينة الضعين حاضرة رئاسة ولاية شرق دارفور حول الأوضاع السياسية في البلاد. ما زال الثورة مستمرة وحيستمر حتى تحقيق كل مطالب الثورة السودانية. بنقول لكل الشباب الأحرار والسوار اللي قاعدين على مستوى القيادة العامة، ما زال نظام الإنقاذ هنالك جزء في المجلس العسكري، هم يتماطعون ويلتفون حول قضايا الشعب السوداني، والرسالة اللي عايزين نرسلها ما زال الشباب يكونوا باقيين، ونحقق كل الرسائل اللي نحن بنطالب بها، ويجب للمجلس العسكري أن يلتفت لقضايا الشعب السوداني ولا يلتف حول قضايا الشعب. الرسالة بنرسلها من ولاية شرق دارفور كقوة على الحرية والتغيير بتغيير المجلس العسكري الذي لا يحقق قضايا الشعب السوداني ومطالب الشعب السوداني ومطالب الثورة. إنجاز بنود الحرية والتغيير، التزام المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين فورا وفي أسرع وقت، دي لا مجاملة ولا محابة فيها. إذا لم يسلم المجلس السلطة للمدنيين فليسقط برهان وليسقط مزمل ولتسقط كل حكومة العسكر. خيار أخير، ما في أي حوار مع المجلس إلا التزم ببنود تسليم السلطة للمدنيين. ثالثا، إعادة هيكلة يعني جهاز الأمن والمخابرات، لأن هناك رموز في جهاز الأمن هي متهمة بقتل وتصفية أبناء سودانيين شرفاء، وأيضا هناك لا زال نما لعلمنا لا زال أجهزة الأمن مكتظة بالسوار في سجونها الخفية. نحن ما قدرنا نطلع إلى حد هذا، فرسالتنا المجلس العسكري مراقبة السجون السرية لجهاز الأمن والمخابرات، إعادة هيكلة جهاز الأمن، وأهم ما في الأمر حل الواجهات الحزبية للمؤتمر الوطني، خدمة وطنية، دفاع شعبي، كل الهياكل التي ترمز للمؤتمر الوطني يجب أن تحل فورا. رسالتنا نحن بنوصلها للمجلس العسكري في موضوع بتاعة المحاكمات،
وموضوع مرتكب الجرائم سواء كان جرائم عبادة جماعية أو جرائم فساد جرائم قتل أو التحريض أن يحاكموا محاكمة علنية محاكمة عادلة علنية الجلسة كل الناس يعرفوا اتورطوا في الجرائم دي اتحاكموا محاكمات عادلة ترضي الجميع. الشيء الثاني نحن كمحامين وتابعين للثورة على استعداد تام في قبول القضايا من جميع المواطنين سواء كانوا أفراد أو جماعات. أشهد والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم عثمان هو هاشم خالد محمود بالعلاقات السودانية التركية والتعاون المثمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ووصف الوالي خلال تفقده مستشفى نيالة السوداني التركي بالصرح الشامخ، ووعد بعكس كل ما وجدوه في المستشفى والخدمات التي تقدمها للمواطنين وللمجلس العسكري الانتقالي لمزيد من التعاون والاستفادة من العلاقات. بدوره قال المدير العام لمستشفى نيالة السوداني التركي دكتور كوراي إيدورد أن المستشفى قال إن المستشفى هدف لنقل التجربة التركية للسودان وإدخال المستشفيات في النظام العالمي وتوطين العلاج بالداخل. وأشار إلى أن المستشفى يقدم العلاج لمرضى من داخل وخارج الولاية ويستقبل 20,000 مريض شهريا. رام السودان اليوم متواصل معكم وفيه بعض الفاصل. لشراء القمح أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في جولتنا السودان اليوم من قناة طيبة. الآن ننتقل إلى الأخبار الاقتصادية. بحث اجتماع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بوفد ممثلي قطاع التعدين والشركات المنتجة للذهب، بحث مراحل العملية التعدينية بمستوياتها المختلفة والمشاكل التي تواجه قطاع التعدين وضرورة التعاون لمواجهتها وإيجاد الحلول اللازمة. وقال معتصم الحاج التوم ممثل شركات التعدين في تصريح صحفي إن اللقاء الذي تم مع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أمن على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع التعدين في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وأضاف أن المجلس أكد استعداده لتقديم الدعم اللازم للقطاع بما يمكنه من القيام بدوره المنوط به على الوجه المطلوب. استقر سعر السمسم الأبيض وارد السودان على 1620 دولارا للطن المتري بالأسواق العالمية، وذلك بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم. وبلغ سمسم إثيوبيا 1600 دولار للطن المتري، وبلغ سعر سمسم تنزانيا المخلوط 1400 دولار للطن المتري، وسجل سمسم نيجيريا المخلوط 1410 دولارا للطن المتري، وبلغ أعلى سعر لسمسم الهند الأبيض 1698 دولارا للطن المتري. ثمن الأستاذ بابكر عثمان وكيل وزارة الزراعة الاتحادية دور المجلس العسكري الانتقالي واهتمامه بالقطاع الزراعي والتوجيه بتوفير السيولة اللازمة لتمويل الموسم الصيفي 2019-2020 والعمل على توفير المدخلات الزراعية في وقت مبكر. وأكد في منبر سونا الذي نظمه البنك الزراعي لإعلان سياساته التمويلية للموسم الصيفي أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي باعتباره أحد الأذرع التي تعتمد عليها الوزارة في تنفيذ خططها، مشيرا إلى إعداد خطة مشتركة مع البنك الزراعي شملت التجهيز ل 49 مليون فدان للقطاعين المروي والمطري لزراعتها في الموسم الصيفي الحالي. وأبان أن الروح التي تعيشها البلاد حاليا ستنعكس على تحضير الموسم الزراعي، متوقعا نجاح الموسم والانطلاق نحو تعزيز محاصيل الصادرات.
أعلنت وزارة الصناعة عن تكوين لجنة تضم وزارة الصناعة والتجارة والهيئة السودانية للجمارك وديوان الضرائب وبنك السودان والغرفة القومية للمصدرين، مهمتها تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه قطاع الصادر بصورة جذرية. وأكد وكيل وزارة الصناعة عبد الرحمن عجب أحمد إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للمصدرين حتى يسهموا في عجلة الاقتصاد القومي. وأشار لدى لقائه بالغرفة القومية للمصدرين إلى أن وزارة الصناعة والتجارة بصدد القيام بتحليل كل ما يتعلق بالصادر حتى نصل بالسلع السودانية إلى المنافسة في الأسواق العالمية. مشاهدي الكرام، السودان اليوم متواصل معكم من قناة طيبة الفضائية. الآن ننتقل إلى الأخبار الرياضية والزميل مصطفى بكري. مرحبا مصطفى، مساء الخير. مرحبا عبادي، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخبار الرياضية عقب الفاصل. كشفت تقارير صحفية معلومات جديدة حول استقالة رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال، وأكدت التقارير أن الكاردينال دفع باستقالة شفهية وليس مكتوبة، وأبلغ بها إدارة الإعلام بالنادي التي أعلنتها فورا على قناة النادي الفضائية. وأكدت التقارير الصحفية أن نص الاستقالة لم يصل إلى أعضاء مجلس إدارة الهلال إلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي دفع الأمين العام بالإنابة حسن علي عيسى الدعوة لاجتماع طارئ فيما كشفت تقارير عن رفض المجلس للاستقالة. باشر الكابتن خالد أحمد المصطفى مهامه في رئاسة القطاع الرياضي بنادي المريخ بعد أن عينه مجلس إدارة النادي مؤخرا. وكان مجلس إدارة المريخ قد عين هيثم الرشيد بمهام القطاع الرياضي عقب استقالة كمال شقاق قبل أن يعود المجلس ويعين خالد أحمد المصطفى في وظيفة رئيس القطاع الرياضي. هذا وسيباشر خالد المصطفى مهامه منذ اليوم الخميس. يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالحصول على خدمات الفرنسي صوميل أومتيتي مدافع برشلونة. وبحسب ما نشرته صحيفة إيسا الإسبانية فإن يوفنتوس تمت التعاقد مع أومتيتي. حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد مصير نجم الفريق لويزي جاريس بيل مع الفريق في الموسم المقبل. وقال زيدان في تصريحات صحفية إن قدوم إيدن هازار لا يعني رحيل جاريس، وأكد زيدان أن وصول هازار لا يعني رحيل بيل. وكان بيل قد تعرض لهجوم شرس وانتقادات حادة من جماهير الريال في الفترة الأخيرة والتي طالبت برحيل اللاعب عن قلعة البرنابيو. انتهت الأخبار الرياضية، أعود لك مجددا عبادي لمواصلة موضوعات السودان اليوم. شكرا زميل مصطفى بكري. مشاهدينا الكرام، السودان اليوم متواصل معكم. الآن إلى أخبار أو فقرة أفكار وخبرات. أعلن ذو الكفل أحمد الأمين مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة المكلف عن استلام 2 مليون جوال من القمح من المزارعين بمشروع الجزيرة، منها 1,162,000 جوال فائض الإنتاج. وكشف الأمين في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن جملة السداد فائض إنتاج القمح حتى اليوم بلغت 1,300,000,000 جنيه وجاري العمل لاستلام بقية المحصول. ودعا المزارعين للإسراع في تسليم المنتج قبل مطلع مايو المقبل، مشيرا إلى انطلاقة تسليم القمح للمطاحن حسب أو أنه سيتم حسب الكميات المخصصة من قبل إدارة المخزون الاستراتيجي. وللتعليق حول الموضوع معنا على الهاتف الصحفية المهتمة بالشأن الزراعي رحاب فريني. مرحبا بك أستاذة، وبداية حدثينا عن مدى انعكاسات تخصيص البنك الزراعي لمليار وثلاثمائة مليون جنيه لشراء القمح. السلام عليكم. أعلن البنك الزراعي أمس السياسة التمويلية بالنسبة للموسم الزراعي الصيفي
2019-2020 للقطاعين المطري والمرمي بتمويل بمساحة 9 ملايين فدان بتمويل بلغ 35.5 مليار جنيه. ممكن أفصل لك يعني ال 35 مليار مخصصة يعني لكل القطاعات. طيب يعني هل إنتاجية القمح لهذا العام الجاري يمكن أن تحدث فائض في طلب المستهلك السوداني؟ ذكر المدير العام للبنك الزراعي بشريات كويسة جدا في المؤتمر الصحفي رغم أنه الموسم الشتوي يعني انتهى، لكن صمم بأنه إنتاجية القمح كانت مشرفة رغم التحديات الواجهة الزراعة، منها يعني أبرز الجازولين وبعض المشكلات الأخرى اللي هي في السيولة ارتفاع سعر المدخلات. فخلال الحديث إنه الإنتاجية بلغت تقريبا حوالي 250 ألف مليون طن اللي هي بتكفي بتكفي لحد شهر 6 المقبل بإذن الله. طيب يعني كيف تقيمين أداء البنك الزراعي السوداني لإنتاجية القمح من بداية التحضير للزراعة وحتى استلام المحصول؟ والله البنك الزراعي قام بكل العمليات الزراعية وأعلن سياسة تمويلية كانت مشرفة جدا. نعم يبدو أن فقدنا الاتصال. الصحفية المهتمة بالشأن الزراعي رحاب فريني، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى في بعض مدن ولايات السودان. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا السودان اليوم، وختاما نذكر بأبرز العناوين. الشارع السوداني يتنفس الصعداء بعد توافق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. الصادق المهدي يحذر من انقلاب مضاد إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن السلطة. مفصول سودانير يطالبون المجلس العسكري بإعادتهم للخدمة ومحاسبة وزير النقل السابق مكاوي. ختاما لكم عاطرة التحايا من فريق العمل، نشكر لكم طيب المتابعة، كونوا بعافية وفي أمان الله.